اختي زوينه، كتبتي لي في الكومونتير وقلتي لي شرحي لي كيفاش علاج المس. ها هو اختي، يلا دخلي وشوفي الفيديو كامل واستافدي منه. رانا كنت عندي واحد الاكله ديال البرد، ولكن من شفت الكومونتير ديالك انت الاولى اختي، وان شاء الله انا عندي الفيديو هذا ديال الاكله تاع البرد، كنتمناكم تدخلوا عندي ان شاء الله غدا ولا بعدا. يلا باي باي. مشاهدي العزاز، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين هانيين على بركه الله. اليوم نهار جديد وفيديو جديد. اليوم ان شاء الله واحد الوصفه راه وريتها لكم، شرحت لكم ليها. واحد السيده دخلت عندي الله يجازيها بخير، ما عرفتش واش مغربيه او مصريه او عراقيه، المهم اللي كانت الحمد لله حنا اخوه. قالت لي شرحي لي كيفاش هاد العشوب نخلطهم ونديرهم في الجسم ديالي على المس. دابا ان شاء الله اختي انا دايره فيديو عليك ولا الاخوات كامله وعلى جميع المسلمين، غنشرح لكم كيفاش بغيتو تحيدوا المس، حيت انا دست في ظروف خايبه. ولكن ان شاء الله دابا نعاود لكم فيديو طويل. دابا انا الحمد لله عالجت راسي بنفسي مره في الاسبوع يعني هاد الشيء تبقاو ديروه فيما تدخلوا الدوش، ماشي كل نهار، لا مره في الاسبوع. سواء مشيتي للحمام خلطه هاد الخلطه بصابون البلدي المغربي، يعني المصريين تيقولوا الصابون البلدي المغربي، صابون البلدي في دارك ديري هاد الخلطه. بغيتي تدوشي ديري هاد الخلطه باش يحيد منك العارض ويحيد منك المس على بركه الله. دابا بسم الله هالقسط هنا، ها هو مطحون هالعرعر، ها هو مطحون اوراق السدر، ها هما مطحونين. دابا شنو انا غندخل ندوش، نشرح لكم دابا هز ليفه. دابا غنشرح لكم بسم الله، نشد معلق ها هي ديال العرعر، غسل الهندي مشد ما تكونش عامر، ها هو ها هي اوراق الصدر، ها هما شتي. زيدي القرنفل العشوي الا كان عندك، زيدي الخزامه اللي بغيتي، بغيتي تزيدي حتى الحنه، حتى الحنه ديروها. حنا معروفين في المغرب هذه هي الخلطه ديالنا. المهم بغيتي تزيدي زيدي صابون البلدي. شنو غديري دابا؟ درت قص الهندي، العرعر، اوراق السدر، زيدو الخزامه اللي كانت تاهي مطحونه، زيدو القرنفل واحد شويه، زيدو معلقه ولا جوج تاع الحنه، زيدو الصابون البلدي. مبغيتيش ديري الصابون البلدي ما ديروهش. المهم هادشي غيتخلط، فهمتي؟ هادشي دابا غيتخلط، هاهو ها الما. دابا غنخلطو بالما، غنعاود نشرح ليكم. معلقة كبيرة ديال العرعر، معلقة كبيرة ديال أوراق السدر كبيرة بحال هادي، معلقة صغيرة ديال القص الهندي، القرنفل شي شويه حيت مجهد، ديرو معلقة كبيرة ديال الحنة. أنا غادي للحمام، نزيد نخلط معاها الصابون البلدي باش ندير الحمام. كنت عندوش في الدار بلا ما ندير الصابون البلدي، لا مكنت عندوش. شنو غديرو دابا حنا نخلطو؟ شوف شوف الطريقة، أنا كنخلط، خلصتوها دابا صافي، نخلطها نخليها تطلق مزيان صافي. مش دا نمشي الحمام، مش دا ندوش في الدار صافي. المهم ندخل بسم الله، من ندخل الاخوات ديالي حاولوا تعالجوا راسكم بيديكم. دابا انا دخلت الحمام، انا غادي للحمام، حمام مغربي او الدوش في الدار عندك. شدي هاد الخلطه هادي، اي صافي، شوف كي ولات، تشديها ها لحمك فك، ها انتم لحمك كامل فك،
شوف بحال هكا لحمك كامل بحال هكا. هتكلسي صافي تكلسي واحد الشويه خاص تخلي داك الشي في جسمك ياك صافي. وغتخوي عليك الماء صافي وتشدي الكيس ديالك صافي. كل اسبوع كنتمنىكم ديروه. العريض راه ما يبقاش العريض عندك العرعر اوراق السدر القص الهندي راه تغلب على الشياطين. مشي عند العطار يطحن لي كل جوج دراهم بوحده غا معايا لق صغيره وغيبقى عندك مره في الاسبوع ديري هادشي وتفكريني. انا كنعالج راسي بها لحد الان انا باقي وهاد الخلطه ان شاء الله انا ما غاديش الحمام نديرها في الدوش في الدار. ما عنديش الصابون بتاعي غنطليها وغنغسلها وغندير على الصابون وغنخرج حيت نقيه يعني ما مسخش باش نحك. هادي راه زوينه هادي اختي اللي قلتي لي عاودي لي الشرح راه هادي هي الطريقه. هادي هي الطريقه اختي اختي الكريمه عالجي راسك راه هادي هي الوصفه ديالك ها هي شوف شفتو صافي. تخلطي القص الهندي معلقه صغيره معلقه ديال العرعار كبيره معلقه ديال اوراق السدر معلقه كبيره ديال الحنه بغيتي تزيدي صلخ خزامة معلقه قرنفل صافي تغلي الجسم ديالك صافي. جلسي واحد شويه صافي ودوشي وحكيو. اما الكتيعه تقراي عليها القران نشرح لك هادي راه معروفه بلا نتوما راه عارفين هادشي. القران ما كيمشيش في الحمامات وهادي تقراي اللي قسم الله من القران ديري بانيو كبيره وطلع على حمك وعصخوي هذاك الماء يمشي للغرس الورود وهادي. هذا هو الشرح راه زوينه هاد الخلطه ما استغناوش عليها. انا هادي دابا نديرها كبيدات ديالي. غنقول لكم حاجه انا علاش طبيعيه علاش انا طبيعيه كنت تهلا في راسي ومقابله جسمي ومقابله وجهي باش بالحاجه طبيعيه عيشه طبيعي. غنوريكم خلطه اخرى ها هي تنديرها انا. شنو هذا شنو هذا هذا راه اوراق السدر. هذا اوراق السدر مخلط يا اما مع ماء الزهر او ماء الورد. شنو كديري اختي الكريمه هذا للجمال وتشويه الجمال. بغيتي ولدك وجهك دائما يكون فيه النور. شنو غديري اختي الكريمه اوراق السدر غديريهم لنا شحال ما بغيتي جوج معالق ثلاثه المهم وديريهم في الثلاجه فريكو باش ما المهم الثلاجه. غتقراي الايات الصغار كاملين الفاتحه مره ايه الكرسي مره فلق الناس مره مره سوره الاخلاص مره الم نشرح لك صدرك مره الضحى مره والايات ديال السحر قرايهم. شنو ديري اختي الكريمه ديريهم ماسك لوجهك ماسك لوجهك وترتاحي واحد شويه. من عاد بغيتي تغسلي تشدي واحد البانيو تغسلي فيها وجهك لان فيه القران هذاك الماء غيمشي في الغرس ممكنش تغسلي وجهك في لافابو والقران كاين فهمتي. انا هذا الشيء باش كنعالج وهذا هو جمالي فهمتي اختي الكريمه هذا هو جمالي. بحال هكا دائما انا كنعالج راسي بهذا الشيء. انا كنشرب كنتمنى كنتفرجوا فيا وتستافدوا